أنصار عندك أنصار يا حجة بارينا يا خاتم الأطياب يا الكسرى وظل عمك دفعوا عليها الباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع الفلسفة والعرفان، لازلنا في المقدمات. مقدمة اليوم حول أحاديث حول البدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه. البدعة أي إدخال ما ليس من الدين في الدين، أي قول أن الشيء المعين الذي هو ليس من الدين أن هذا من الدين، هذا يسمى بالبدعة والجمع البدع. صلاة التراويح بدعة، صلاة الضحى بدعة، التكتف في الصلاة بدعة، الصوم في السفر بدعة وما أشبه. فإذا التكتف في الصلاة يكون بدعة وإظهار هذه البدعة أي فضح هذه البدعة واجب على العلماء، فكيف بوحدة الموجود؟ أكبر بدعة على الإطلاق هو وحدة الموجود. وشوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده المعصومون صلوات الله عليهم شلون يركزون على وجوب فضح البدعة. إذا ظهرت البدع في أمتي، إذا البدع صارت اجت في الأمة، فليظهر العالم علمه، هذا الذي يعرف أن هذه بدع واجب عليه أن يظهر علمه، يعني يقول للناس هذه بدعة، وإلا إذا لا يقول، إذا العالم لا يظهر علمه بالنسبة إلى التكتف في الصلاة، فكيف بالنسبة إلى ديانة وحدة الموجود؟ شنو يصير؟ رسول الله يقول: فعليه لعنة الله، يعني الله يلعنه، والملائكة، الملائكة يلعنونه، والناس أجمعين، مو كل الناس، أجمعين يرجع إلى الله والملائكة والناس، يعني الله والملائكة والناس هؤلاء الثلاثة يلعنونه. زين، الملائكة هنا كم عددهم؟ لا نعلم، ولكننا نعلم أن الملك الواحد لأنه معصوم فهو مستجاب الدعوة.
فإذا يلعن العالم الذي لا يظهر علمه بالنسبة إلى بدعة معينة فلعنة الملك تأخذ العالم، فكيف إذا الله عز وجل أيضا يلعنه؟ إذا الناس الخيرون أيضا يلعنونه، واللعنة بمعنى الطرد من الرحمة. الله يلعنه أي يلعن هذا العالم الذي لا يظهر علمه بالنسبة للبدع، يعني شنو؟ يعني الله يطرده عن رحمته. الملائكة يسألون من الله أن يطردهم عن رحمته، الناس الخيرون يسألون من الله أن يطردهم عن رحمته. وهي تقعد تقول ما ندري ليش مرجعياتنا هالشكل صارت، ليش حوزاتنا هالشكل صارت، ليش رجال ديننا هالشكل صاروا. باستمرار لحظة وراء لحظة الله دا يلعنهم، مو كلهم، لحظة وراء لحظة الملائكة يلعنونهم، لحظة وراء لحظة الناس الخيرون يلعنونهم. فاللعنات تأخذهم، إذا تأخذهم يعني شنو؟ يعني حالهم يكون هكذا في الدنيا وفي البرزخ، حفر النيران، وفي القيامة التعذيب هناك، وفي جهنم التعذيب هناك. وإذا القضية واردة بالنسبة إلى عدم صادح التراويح والضحى كبدعتين صغيرتين، فكيف بالنسبة إلى عدم صادح وحدة الموجود التي أدخلوها في الإسلام على أنها الإسلام الحقيقي؟ طبعا ذاك العالم اللي بينه وبين الله وبينه وبين وجدانه لا يتمكن من فضح البدع، خاصة فاضح وحدة الموجود، فله أذره. أما كل العلماء لا يتمكنون، كل الحوزات لا تتمكن، كل رجال الدين لا يتمكنون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله عز وجل لصاحب بدعة. هسه صاحب بدعة تفسر بأنه مؤسس البدعة؟ ما أظن يكون لازم. لا، كل من اقتنع ببدعة وعمل بها فهذا صاحب بدعة، سواء كان مؤسس للبدعة أو كان مقلد الغير في هذه البدعة. لا يقبل الله عز وجل لصاحب بدعة صلاة لا واجب ولا مستحب، ولا صوما لا واجب ولا مستحب، ولا صدقة لا واجب ولا مستحب، ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. يستخلي هذه اللي يعتقد بوحدة الموجود ويدعو الناس إلى وحدة الموجود يصلي، خلي يصوم، خلي يعطي صدقة، خلي يروح للعمرة، خلي يروح للجهاد، خلي يسوي أي شيء اللي يريد، وهي ذني أمثلة، خلي يروح ما أدري للحاج، خلي يتلو القرآن الكريم كل ليلة ختمة كاملة، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. شلون؟ هذا اللي يريد يسوي خبز
والمرأة اللي تريد تصنع الخبز شلون اذا شافوا شعر في العجين ياخذوها هالشكل يطلعوها ويذبوها بالزبالة. هذا هم هالشكل يخرج من الاسلام ويروح في نار جهنم. اما هالشكل اقروا الحديث يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين، يعني يصير مرتد فطري، او اقروا الحديث الشكل يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين، يعني يوم القيامة هالشكل ياخذوا يخرجونه من صفوف المسلمين الى صفوف الزنادقة مثل ما يخرجون الشعرة من العجين، لان الشعرة مو من العجين، صاحب البجعة مو من المسلمين، يعني شنو يعني زنديق. فإذا بالنسبة إلى بدعة صغيرة كان زنديقا فكيف يكون بالنسبة إلى وحدة الموجود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله عز وجل لصاحب بدعة صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين أو يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. حديث شريف آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله دققوا النظر، من تبسم في وجه مبتدعين فكيف بأن يزوره، فكيف بأن يدعو الناس إليه، فكيف بأن يقبل يده، فكيف بأن ينشر كتبه. من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه. تبسمه في وجه المبتدع يخلي دينه يتبخر خلاص، هو ما اعتنق ديانة وحدة الموجود وإنما تبسم في وجه إنسان اعتنق ديانة وحدة الموجود. تبسمه كأمر اجتماعي في اللقاء الاجتماعي يهدم دينه. من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه. حديث شريف آخر وأكثر من الأحاديث حتى الناس يقتنعون لأن القضية مهمة، فبهالسرعة الناس لا يقتنعون مثل البكري اللي بهالسرعة لا يقتنع بأن أبا بكر أنجس إنسان أنجس مخلوق خلقه الله عز وجل، فلازم هاي تجيب إلي شواهد، هاي تجيب إلي أدلة حتى يقتنع لأن القضية مهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في إحدى خطبه الشريفة إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، إذا تريد شيء جيد فالقرآن الكريم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله، إذا تريد أحسن الهدايات فهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. المحدثات جمع المحدثة، المحدثة تعني البدعة، وشر الأمور محدثاتها أي شر الأمور البدع، والبدع على درجات، بدع صغيرة بدع متوسطة بدع كبيرة، وكل قسم له درجات. فأعظم البدع في جملة البدع الكبيرة ديانة وحدة الموجود، ماكو أعظم منها بدعة. وكل محدثة بدعة، كل شيء اللي ما كان في الإسلام فأدخل في الإسلام هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة يخلوها في الجنة ويخلوها في النار
لا يخلوها في النار مع صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في إحدى خطبه الشريفة: إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى ذا بدعة، ذا يعني صاحب، إذا إنسان جاء إلى صاحب بدعة فوقره، احترمه، مو أكثر من هذا، فقد سعى في هدم الإسلام، سعى في هدم إسلامه، أو سعى في هدم الإسلام كدين. الظاهر المعنى الثاني، ما يقول سعى في هدم إسلامه، سعى في هدم دينه، يقول فقد سعى في هدم الإسلام، يعني مو فقط زنديق، وإنما زنديق محارب للإسلام. شوفوا عندنا زنادق كثيرة في الكرة الأرضية وفيما سبق في التاريخ، في التاريخ الإنساني، أما مو كل زنديق بالضرورة يكون محارب للإسلام، وهما زنادق أما لا يحاربون الإسلام. أما هالشكل الإنسان، من أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلام، يعني يكون زنديقا ومحاربا للإسلام. من أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلام. زين، هسه هنا أكو جواب، أكو سؤال وجواب، أو اعتراض وجواب، إشكال وجواب، وهو أنه من أتى ذا بدعة فوقره، هذا ما بأنه اعتنق البدعة، فكيف يطلق عليه لقب الزنديق؟ نفهم هذا من الجملة الأخيرة من الحديث النبوي الشريف: فقد سعى في هدم الإسلام. من يسعى في هدم الإسلام هذا يكون مسلما؟ من يسعى في هدم الإسلام يكون مسلما؟ فأول مرة يكون زنديق، يعني متبري من الإسلام، وثم يكون محارب للإسلام. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبى الله عز وجل لصاحب البدعة بالتوبة. قاصم للظهر، صاحب البدعة لا يمكن أن يتوب. ليش؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: إنه قد أشرب قلبه حبها. هذا اللي يتعلق بالبدعة، معنى ذلك أنه الإعلام المضلل أثر فيه، إذا أثر فيه يعني البدعة راحت إلى أعماق قلبه، فهذا كيف يتوب؟ إذا الإعلام المضلل طبق الأجواء وأثر في الناس، مو محال الناس يهتدون، ولكن صعب هدايتهم. لهذا عادة إذا شفت فرد واحد يعتنق ديانة وحدة الموجود، فهذا اغسل يدك منه، روح على غيره اللي بعده ما صاير زنديق، يعني لا تضيع جهودك ويا هذا الإنسان اللي صار زنديق. هذا بعد ميجي للدرب، مو أنه أبدا ميجي للدرب، يعني صعب، هواية صعب فرد واحد يهدي هذا الإنسان، فالأفضل أنه يتركه يروح على غيره اللي هم في معرض الإعلام المضلل، حتى غيره ليصير زنديق مثل هذا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبى الله عز وجل لصاحب البدعة للتوبة؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: إنه قد أشرب قلبه حبها، وأشربوا في قلوبهم العجل السامري وجماعته في دقائق قليلة أظلوا الناس موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام مع عظمته ثاني أفضل الأنبياء بعد المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم. يعني ماكو أفضل من موسى إلا المعصومون الأربعة عشر وإلا عيسى المسيح، ماكو أفضل منه. هذا العظيم الرباني ما تمكن من هدايتهم، ولذلك في قصة مفصلة أمرهم بقتلهم. يعني هو موسى غسل يد من هدايتهم، لم يطمع في هدايتهم، مع أنهم عبدوا العجل، فكيف بمن يعتنق ديانة وحدة الموجود، يعتقد بأنه هو الله بعينه؟ هذا ماكو شارة في هدايته إلا القتل، وماكو قوة تقتله، فإذا لا تضيع جهودك وياه، روح على غير اللي بعد ما شايف السامري، ما ملتقي بالسامري وما مقتنع بأقوال السامري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبى الله عز وجل لصاحب البدعة بالتوبة؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: إنه قد أشرب قلبه حبها. حديث شريف آخر قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين. لرجلين يعني لا نوعين من الناس، نوعان من الناس هما من أبغض الخلق إلى الله، يعني الله يبغضهم في المرتبة الأولى. هسه نقرأ النوع الأول. النوع الثاني هسه مو شاهد لنا: رجل وكله الله إلى نفسه. الله قال بعد: أنا مو يمك، ما أهديك، فأنت روح يم نفسك شو شنو تسوي. فطبعا إذا فرد واحد الله وكله إلى نفسه، يعني شنو؟ يعني يتقلب في الضلالات إلى أن يقتل أو يموت. فهو جائر عن قصد السبيل. القصد يعني وسط، السبيل يعني الطريق، جائر يعني منحرف. إن هذا يكون منحرف عن وسط الطريق، يعني منحرف عن الاعتدال بين الإفراط والتفريط في الدين، مشعوف بكلام بدعة، الشعف الحب الشديد، يعني يحب البدعة، قد لهج بالصوم والصلاة. بالنسبة للصوم والصلاة، هذا يتكلم بالصوم والصلاة، يحب الصوم والصلاة، ولكن كعادة، كعادة اجتماعية. فهو فتنة لمن افتتن به. الناس اللي يعتقدون به يظلون بسببه، ضال عن هدى من كان قبله، وهو نفسه ضال عن الهداية، عن هداية العلماء السابقين. يعني وصلت إليه هداية العلماء السابقين، كتبهم، قصائدهم، كلماتهم وما أشبه، ولكن لا يعتني بها. مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته. أي واحد هم اللي يقتدي بهذا الإنسان في حياة هذا الإنسان أو بعد موته، فذاك هم يظل بسبب هذا المضل، بسبب هذا الضال المضل. حمال خطايا غيره،
ما يقول حامل خطايا غيره، يقول حمال صيغة مبالغة، يعني كل أتباعه الذين خرجوا عن الإسلام وتصير عندهم خطايا، فذنوب عقابات خطاياهم عليهم ومثلها على هذا الإنسان، رهن بخطيئته يوم القيامة. يقول يا بعيد أروح للجنة، يقول مو مشكلة، بس أنت رهن بخطيئتك، أنت اجعل هؤلاء الذين ظلوا بسببك مهتدين بسببك ثم روح للجنة، وأنى له بذلك، كيف له بذلك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشعوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدى من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته. إخواني، هنا أكو ملاحظة دقيقة مهمة جدا. شوفوا، جربتم ذلك وجربنا ذلك وجرب الآخرون ذلك، فريد واحد عندما يكون مستقيم هذا يعمل في سبيل أهدافه وعقائده، ولكن إما عمل متكاسل وإما عمل عادي، إنسان عادي، عندما يظل تشوفه يكون نشط، شوفوا، مشعوف بكلام بدعة، عندما كان مسلم مستقيم الدين ما كان مشعوف بالإسلام، كان يعمل في سبيل الإسلام، أما إما بشكل عادي وإما بشكل متكاسل، أما بس يخرج من الإسلام فيصير نشط. سابقا كان مسلم ما كان يعمل في سبيل الإسلام بجد، بعد ذلك صار زنديق، صار أنزل أنواع الزنادقة، صار معتقد بديانة وحدة الموجود، فتشوفه يجاهد، فرد شكل اللي بعد ما يعرف لا ليل ولا نهار، مشعوف بكلامه بدعة، يعني تصير عنده ثورة. السامري عندما أضل الناس يعني صارت ثورة عظيمة، مو حركة عادية وحركة متكاسلة، لهذا الله أمرهم بقتل أنفسهم، لأن العمل المنحرف العنيف لا يكون علاجه إلا العمل الإصلاحي العنيف، ما يفيد وياه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن العالم الكاتم علمه. إذا بالنسبة إلى صلاة الضحى فكيف بالنسبة إلى ديانة وحدة الموجود؟ يبعث أنتن أهل القيامة ريحا، ريح تكون أنتن أهل القيامة كعذاب من عذاباته، تلعنه كل دابة، كل حيوان، كل حشرة، كل مخلوق متحرك تلعنه، يعني تطلب من الله أن يطرده عن رحمته، حتى دواب الأرض الصغار تشوف لك حشرة بقوة تراها بعينك، أما مع ذلك هذه الحشرة الصغيرة أيضا تعرفه وتعرف انحرافه وتلعنه، يعني القضية مهمة. طبعا
إذا بينه وبين ربه، إذا بينه وبين وجدانه ما يتمكن ذاك أمر آخر. أما مو كل مرجع لا يتمكن، مو كل حوزة لا تتمكن، مو كل رجل دين لا يتمكن، مو كل خطيب لا يتمكن، مو كل كاتب إسلامي لا يتمكن، مو كل شاعر إسلامي لا يتمكن، مو كل محاضر إسلامي لا يتمكن. يعني القضية شديدة شديدة، ما يصير فرد واحد يعني يمر عليها مرور الكرام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار. إخواني، هنا ملاحظة بيناها فيما سبق كرارا ومرارا. الآية الكريمة تقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه نؤمن بها، ولكن هذه الآية لا تنافي أن تكون هناك في الحيوانات، في الحشرات، وفيما أشبه مزايا ليست في الإنسان. في دواب الأرض الصغار حتى أكو علم الغيب، بالمنحرف وبانحرافه، وأكو إحساس بمقدار ما الدابة الصغيرة تلعن هذا المنحرف. انحراف شنو؟ انحراف أنه يعرف كيف يفضح البدعة ولا يفضح البدعة. والإنسان عندنا عادة ما عندي علم الغيب، عادة ما عندي علم الغيب. البكريون خو حتى بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين يقولون ما عندهم علم الغيب، أما الدابة الصغيرة عندها علم الغيب بهالمقدار. اللي تعرف العالم الكاتم علمه وتعرف انحرافه من هذه الناحية وتلعنه، يعني مو فقط علم الغيب موجود عند الدواب كمثال، وإنما الموقف من الباطل أيضا موجود عنده. إلى الآن الكثير من المؤمنين والمؤمنات ضد اللعن، أما حتى الدابة الصغيرة متحمسة للعن. وشوف بعد الإنسان إهوايا لا يدعي بنفسه، ترى خليه شوية قارن، خليه شوية قارن بسرعة بحذاج لكم الله يقتل مية من الدواب الصغار. يا به ذن الدواب الصغار عندها علم الغيب ومو عندك، وتعرف المنحرف وما تعرف انت، وتلعن المنحرف وانت ما تلعن حتى اذا عرفته. تقول لا انا ما العن، اللعن مو زين. منو قال اللعن شي زين؟ لا تقتل الدواب الصغار، هم اشرف منك من هذه الناحية. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار. وفي يوم القيامة يعني صدق مشاهد غريبة، تجي دابة أفضل من مرجع تقليد، ودابة أخرى أفضل من كاتب إسلامي، ودابة ثالثة أفضل من خطيب المنبر الحسيني، ما أقول كلهم، ودابة رابعة أفضل من محاضر إسلامي. القضية هالشكل، ومو كلامي ترى، كلام أمير المؤمنين. إذا ما تقبل خلاص تصير ويا الخوارج ويلعن أمير المؤمنين. بس إني لا تتخذ ضدي موقف، اتخذ موقف ضد أمير المؤمنين وكون صريح، يعني لا تكون منافق. حديث شريف آخر: أمير المؤمنين عليه السلام: ما أحد ابتدع بدعة
إلا ترك بها سنة. يا أخي فراغ ما ممكن في كل شيء، فراغ ما ممكن. في القدح إما يكون ماي، إذا ما يكون ماي يكون به هواء، فراغ ما ممكن. في القلب أكو حب، إذا كان حب الله عز وجل هو كل شيء، إذا ما كان حب الله فيصير حب الخميني، فراغ ما ممكن. إهنا نشكل دين لازم يكون. هسه أنت لا تفكر في الدين الإصطلاحي، يعني لازم البشر يكون عنده فرد شيء، إما يعتقد بالديمقراطية أو بالعلمانية أو بالقومية، بالمجوسية، باليهودية، بالنصرانية، بالإسلام، بالبكرية، بديانة وحدة الموجود، يعني فراغ ما ممكن. فإذا بدعة فتحت طريقها في المجتمع فبعد هذه البدعة تمنع أن تفتح سنة طريقها في المجتمع. ونقصد بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره. فديانة وحدة الموجود تصير أكبر البدع، وديانة الإسلام تصير أكبر السنن بهذا المعنى. ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة أو إلا ترك بها سنة. قال الإمام الباقر عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى الفردوس، وكل ضلالة سبيلها إلى النار. الخميني كان مبتدع بالنسبة إلى وحدة الموجود، ووحدة الموجود ضلالة، أعظم ضلالة. فخميني في النار في قعر جهنم، وهو يعترف في إحدى وصاياه، هس مجاملة أو حقيقة، قال ما مضمونه؟ أنا بالسرعة دار على قعر جهنم، هس أرادها حقيقة أو مجازا، نعترف بكلامه هذا على أساس أنه حقيقة، وإن شاء الله سنذكره في الأسابيع القادمة. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار. قال المعصوم صلوات الله عليه: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. إذا ما أظهر، دقق النظر، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. بعد إيمان ما يكون عنده، تكون عنده عمامة كبيرة، لحية طويلة عريضة، وأشياء علامات كثيرة من علامات العلماء، أما إيمان في داخله ماكو، فمستعد يقرأ رواية طويلة، أما إذا يقرأ السطر من سطور دعاء كميل فيشوف نفسه تفلايق، لأن إيمان بعد ماكو، نور الإيمان ماكو. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. موضوع آخر نذكره في هذه المقدمة: لماذا البدعة؟ يعني من أين جاءت البدعة؟ لماذا البشر تمسك بالبدعة؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه الشريفة: أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن. الفتن جمع الفتنة، والفتنة لها أكثر من معنى، هنا المعنى المراد يعني الشبهة اللي تجي فتضل الناس. إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. عندي هوى نفس فأتبع هوى نفسي. شوفوا إخواني، في الشيوعية أكو حرية بمقدار، لهذا الناس كانوا يركضون وراء الشيوعية. الآن في العلمانية، في الديمقراطية أكو حرية، لهذا تشوف الناس يركضون وراء العلمانية والديمقراطية، نوع من الحرية.
أما في ديانة وحدة الموجود أكو أقصى أنواع الحريات. إذا أنا والعياذ بالله صرت الله فبعد ماكو قوة فوقي تضع علي قوانين وشرائع، فأصير حر في جميع الأمور سواء أفعلها أو لم أفعلها. فشوفوا هوى تتبع وأحكام تبتدع، ويجيبون أحكام والأحكام يتبعوها. يخالف فيها كتاب الله عز وجل. أقل شيء أنه ديانة وحدة الموجود تكون مخالفة للقرآن الكريم. يعني هذا اللي يعتقد بديانة وحدة الموجود بعد ما يتمكن يقول أنا مسلم، يتولي فيها رجال رجالا. في البدعة بعض الناس على أساس البدعة يعتقدون بالبعض الآخر، يعني تشوف على أساس بدعة ديانة وحدة الموجود فرد واحد يعتقد بابن العربي، يعتقد بالملا صدرة، يعتقد بالسبزواري صاحب المنظومة، يعتقد بالخميني، يعتقد بالطباطبائي صاحب الميزان، يعتقد بالجواد الآملي، ما أدري يعتقد بحسن حسن زاد آملي، يعتقد بهؤلاء. يتولي فيها رجال رجالا. هنا كأنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجيب على سؤال، وهو أنه شنو الإنسان بفطرته لا يحب الحق؟ الإنسان بفطرته لا يعادي الباطل؟ أمير المؤمنين يقول نعم، الإنسان بفطرته يحب الحق ويعادي الباطل. فإذا هالشكل فليش نشوف أتباع ديانة وحدة الموجود؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول يصير امتزاج، يعني يجيب شوية حق منا يجيب شوية باطل منا، فيمزج الحق والباطل، فبعد الناس عادة ما يشوفون الحق، يشوف فرد مجموع مركب، يريد يقول إنه باطل فيشوف به حق، يريد يقول إنه حق فيشوف به باطل. عادة الذين رباهم الخميني عادة كانوا يصلون صلاة الليل، صلاة الليل حق أو باطل؟ حق. فهذا يجي يمتزج مع ديانة وحدة الموجود. عادة الذين رباهم الخميني يعتقدون بديانة وحدة الموجود، فصلاة الليل تجي تمتزج مع ديانة وحدة الموجود، فالإنسان يتشوش فكره، يقول هذا حق لأن صلاة الليل. بعد ذلك يشوف تصريحاتهم يقول لا ما يصير. يشوف تصريحاتهم يقول التصريحات تصريحات باطلة. بعد ذلك يشوف صلاتهم في الليالي تهجداتهم يقول لا هذا حق. وعادة الذين رباهم الخميني كانوا ضد الشاه. ففريد واحد يكون ضد الشاه زين أو مو زين؟ كلش زين، كلش زين. يكون ضد أحد الطواغيت هذا عمل زين. فهم عندهم محاربة الشاه، هم عندهم صلاة الليل، هم عندهم ديانة وحدة الموجود، فالناس هنا ما يدرون شنو يسوون. شوفوا، فلو أن الباطل خلص، إذا كل كان باطل لم يخفى على ذي حجة، الحجة العقل، يعني ما كان يخفى على صاحب عقل. ولو أن الحق خلص، حق خالص خالص 100% خالص، لم يكن اختلاف بين الناس. أما الدنيا دار امتحان إلهي صعب، ولكن يؤخذ من هذا ضيغف، من الحق يأخذون مقدار، ومن هذا ضيغف من الباطل هم يأخذون مقدار. يعني عند صلاة الليل عند محاربة الشاه وعند ديانة وحدة الموجود فيمزجان فيجيان معا، يجيان معا يعني يصير مجموع مركب، فهنالك شنو يصير؟
إذا أنت تروح وراء دينك لا تظل، إذا أنت تروح وراء الشعارات تظل. فهنالك استحوذ الشيطان سيطر على أوليائه، دقق النظر، على أوليائه، على أتباعه، على محبيه. يعني كانت عند الضال بديانة وحدة الموجود أرضية شيطانية، فعندما رأى وحدة الموجود اعتنقها. دقق النظر. فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. هذا اللي عنده أرضية إيمانية، كانت عنده تربية دينية، كان عنده تعليم ديني، فهذا يشوف شلون دا يصير خلط بين الحق والباطل، زين؟ وهذا دائما يكون ويا الآية القرآنية الكريمة إنما يتقبل الله من المتقين. صلاة الليل من معتقد ديانة وحدة الموجود مرفوضة. الجهاد ضد الطاغوت من معتقد ديانة وحدة الموجود مرفوض. قال أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه الشريفة: أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله عز وجل، يتولي فيها رجال رجالا، فلأن الباطل خلص لم يخف على ذي حجر، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضيغف ومن هذا ضيغف فيمزجان فيجيئان معا. فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إخواني، هسه البدع موجودة وعلى رأسها ديانة وحدة الموجود. ما العمل؟ العمل أنه فرد واحد هذا يفضح البدع. طبعا فضح البدع فيه مشاكل، وربما فرد واحد يستشهد في سبيل فضح البدع، أما ماكو شارع. شوفوا، قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله. ما هي أعظم رسالات الله؟ الصلاة من رسالات الله، الصوم من رسالات الله. أعظم رسالات الله شنو هي؟ التوحيد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، يخشون الله. إذا عرفوا البدعة فلم يفضحوها يخشون الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشى الخميني ولا غيره، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يقول ليش احنا متأخرين دائما؟ ليش احنا مكفوخين دائما؟ أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ أو يجاوب: إن تنصروا الله ينصركم. قالوا لي أنا عين مدفوع الخنزير وما قلت شيء. مو فقط ما قلت شيء، هم تعاونتوا ويا الخميني. فالله يقول أنا ما أنصركم. إذا الله ما نصر شنو يصير؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت الأقدام هم ما يصير، ندخل في حرب 8 سنوات وثم نعترف بالخطأ. 8 سنوات حرب تفصيلها يحتاج إلى مجلدات من المعاصي، وثم نقول لا شربنا السم أو أعظم من السم وبعد من نتمكن شو نسوي؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
ما كان انتصار لله، كان انتصار لوحدة الموجود، فما صار نصر الله لنا وما صار تفويت أقدامنا. قال الإمام الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مرابطون، مرابط يعني هذا اللي يكون في الحدود، في حدود الدولة مع العدو، يكون هناك حتى إذا العدو باغت الدولة فهذا يكون على استعداد. علماء شيعتنا مرابطون بالثغر، الثغر يعني الحدود، الذي يلي إبليس وعفاريته، الحدود اللي ملتصقة بإبليس وعفاريت إبليس. العفاريت جمع العفريت، العفريت يعني فرد إبليس عظيم، فرد واحد كبير من الأبالس، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا. هؤلاء العلماء الذين يفضحون البدع كمثال، يمنعون إبليس وعفاريت إبليس عن الخروج، يعني الإقدام بالثورة على ضعفاء شيعتنا، وعن يعني يمنعونهم، وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته من النواصب. النواصب شيعة إبليس، هذا مثال من الأمثلة. إذا النواصب شيعة إبليس، فالداعون إلى وحدة الموجود مو شيعة إبليس، والنصب انحراف في الإمامة، ووحدة الموجود انحراف في التوحيد، والإمامة تأتي في المرتبة الرابعة من أصول الدين الخمسة: التوحيد، العادل، النبوة، الإمامة، ووحدة الموجود انحراف في الأصل الأول. إذا هؤلاء الداعون إلى وحدة الموجود لا يكونون شيعة إبليس، فالنواصب يكونون شيعة إبليس. قال الإمام الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته من النواصب. قال الإمام الهادي عليه السلام: لولا من يبقى بعد غيبة صاحبنا، ما جبت الاسم اللي يقام له، لولا من يبقى بعد غيبة صاحبنا من العلماء الداعين إليه، إلى الصاحب، إلى الإمام المهدي، والدالين عليه، على الإمام المهدي، والذابين عن دينه، الذابين عن المدافعين عن دينه، عن دين الإمام المهدي اللي دينه وحدة الموجودة والتوحيد، التوحيد، بحجج الله عز وجل، بالأدلة الربانية يدافعون عن الإسلام، والمنقذين، يعني لولا هؤلاء العلماء الذين ينتشلون، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس، شباك جمع الشبكة يعني المصيدة، ومردته، مردة إبليس، المردة جمع المارد، يعني هذا الإبليس العظيم، ومن فخاخ النواصب، فخاخ جمع الفخ بمعنى المصيدة. هم نفس الملاحظة السابقة هنا جارية، يعني إذا النواصب عندهم فخاخ للصيد المؤمنين والمؤمنات، فكيف بالداعين إلى ديانة وحدة الموجود؟ لولا من يبقى من العلماء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. يعني إذا متشوف كل المؤمنين والمؤمنات مرتدين فطريا عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود، فهذا بفضل العلماء الذين يفضحون ديانة وحدة الموجود، كأعظم مثال. يعني إذا البدعة لا تفضح ترى يصير الارتداد. إذا تحب الارتداد وأنت كعالم
شيعي فمو مشكلة لا تقاوم البدع، أما إذا ما تحب الارتداد فلازم تقاوم. لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم يعني العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها. صاحب السفينة هذا القبطان ما يخلي السفينة تروح في الأماكن المضطربة من البحر، هذولها ما يخلون المؤمنين والمؤمنات يروحون في الديانات المضطربة. أولئك هم الأفضلون عند الله. دقق النظر، العلماء الذين يفضحون البدع هم الأفضلون عند الله. أفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الإمام الهادي لولا من يبقى بعد غيبة صاحبنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله. إخواني الحديث الأخير ماكو مجال للتعليق عليه، وإنما نتلوه عليكم تلاوة سريعة للتأمل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، حبوناه يعطيناه، جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرصات، العرصات الساحات، وعليه حلة قاط كامل، وعليه حلة لا تقوم لأقل سلك منها، السلك يعني الخيط، لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها، حذافيرها يعني جميعها، يعني سلك واحد في ذلك القاط أعظم من الدنيا، وعليه حلة لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد من عند الله: يا عباد الله، هذا عالم من بعض تلامذة آل محمد، ألا فمن أخرجه في الدنيا عن حيرة جهله، يعني هذا العالم أخرج ذاك، فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان، فيخرج يعني هذا العالم فيخرج من كان علمه في الدنيا خيرا وفتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلمكم الله.